السلام عليكم. أنا الآن في محطة وينكسو، جينا درنا عندهم المازوت. أي بلاصة كتشوفوها الأخوت عندهم طاكسيات بزاف كيديروا المازوت، غير ديروا عندهم المازوت وعينيكم مغمضين. صراحة أنا هادي واحد النصيحة قال عليها واحد السيد، واحد الأخ الحسن مول الطاكسي، تحية ليه من هذا المنبر. إذا شاف هذا الفيديو وصلوا هذا الفيديو هذي كان صفتوا ليه التحية هو والعائلة ديالو، وكان تمناوا ليه حياة سعيدة. هو اللي كان قال لي القضية هذي، قال لي إلا بغيتي دير في المحطات اللي كتلقى فيهم الطاكسيات بزاف، حيت ما ين طاكسيات أصلا هما كيكونوا كتكون عندهم ليكسبيريونس. هذا الخوت شارع عبد الرحيم بو عبيد، بغينا ندوزو غير على هادوك. المشكلة اللي كاينة دابا في المغرب هي ديال الجيلي الصفر. دابا في أكادير كاين الجيلي الزرق وكاين السون جيلي. الجيلي الزرق هما اللي زعما عطاتهم البلدية لوردر أنهم يعرفو، والسون جيلي هما بحال هادو دابا اللي غنشوفو حنا في حدا حدا اش كيقولو ليه هذا سوق الحد. اذا تبعوا معايا حتى الاخر، كما كتلاحظوا معايا هنا عمال ديال الشركه ديال جارديناج راه خدامين في هذا الرون بوين هذا، كيقادو الكازون. وهذا الشارع كما كتعرفوا الخوت غادوز فيه البي اش ان اس، اشغال قاربت على النهايه. هذا العزيب كما كتشوفوا الخوت، حي العزيب. نتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، شكرا لكم على المتابعه بالنسبه للفيديوهات السابقه. كيبان لي هنا الخدامه ديال اش كيقول لي ديال فياس ما كاينينش. نشوف واش هادو فياس ولا ماشي فياس. ما عرفتش كيقادو هنا الوسط، الوسط كيقادو، المهم كيقادو دوك المراحل الأخيرة. كيبانو هنا شي تيوات ديال الضو كيقادو فيهم، المهم راه وصلوا للمراحل الأخيرة دابا. دابا بالنسبة إلا كملو هاد البي اش ان اس، دابا كملو البنية التحتية، غادي يدوزو دابا المرحلة ديال لي زيسي ديال التجارب، غيجيبو دوك الطوبيسات ويبداو يجربوهم باش دوك الشيفورات يعرفوا السوقان ديالهم ملي غيدوزو. اللي مازال ما صورت لكم الخوت بزاف هو تيكي وين، بي اش ان اس ديال تيكي وين كنت صورته يمكن شي دو فوا ولا تروا فوا، غنعاود نصورو ان شاء الله السيمانه الجايه ولا السيمانه اللي مراها حسب الظروف. اذا هنا غادي لسوق الحد كما كتشوفوا معايا الخوت، واحد الطوموبيلة جاية من برا، دي هي دوتشلاند، دي هي الألمان. إذا سوق الحد، إذن ها هو سوق الحد، العريف، العريف الخوت، ها العريف الخوت، حنا غندوزو، ها واحد. جوج هنا الخطرة ما كيكونوش دايرين الجيلي، فهمتي؟ هنا كيكونوا ها ثلاثة، ها واحد هنا مغطي، أربعة. واه جاو كاع مالي الخضرة هنا حابسين الطريق. ها لفان صافي، والله إلا لفان برا، لفان دو لفان دو لفان. شو شحال ديال المطر دابا، هادو شحال كيصوروا الخوت في النهار، راه كيصوروا الغرق ديال الفلوس هادو، حق ربي راه الغرق ديال الفلوس اللي كيصوروا هادو. سير 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 سير
راه حق ربي ما كاين مرقوة هذا قال لك واش تبلاصه ستة دابا اللي حسبنا الخوت ياك سبعة السبعة ثمانية غير دايز غير دايز غير دايزين صورو كومو ونصيفتو هادشي للناس المتتبعين. اذا كما كتشوفو معايا الخوت حنا صورنا لكم الباركين باقي الخوت كيعرفو فيه رغم ان القانون يمنع منعا كليا ان اي انسان في هذه البلاد هذه يوقف على شي واحد ويقول له يخلص ليا مكان ركن السيارات في موقف عمومي. دابا اش من قانون باش كتشدوا الفلوس عند عباد الله دابا هنا اش من قانون على خاطر هو هذا قال لك اللي عطاني على خاطره اللي ما عطاني شوف دابا دابا كيدير زعما زعما انا راه درويش اللي عطاني عاود الله يعطيكم اش غادي ندعي عليكم داعي نيت عليكم الوقت. يلا الخوت هادشي اللي كاين تهلاو ليا فراسكم ما كاين شي في هذه البلاد هذه.